بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الخامس من مادة الدراسات الإسلامية للصف الثاني المتوسط قسم التفسير، تفسير الآيات من 9 إلى 11 من سورة المنافقون. بعد أن بيّن الله تعالى في الآيات السابقة صفات المنافقين، وجه النداء للمؤمنين ليبرؤوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الحذر مما يلهي عن ذكر الله وفضل إنفاق المال في سبيل الله. موضوع الآية أو الآيتين: الحذر مما يلهي عن ذكر الله وفضل إنفاق المال في سبيل الله. لا تلهكم، لا تشغلكم، لولا هلا أجلها وقت موتها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، يا أيها الذين آمنوا لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن تشغله أمواله وأولاده عن ذلك فأولئك هم الخاسرون، حظوظهم من كرامة الله ورحمته. الآية تبين حرمة الانشغال عما أوجب الله من ذكره وطاعته بأي شيء ولو كان مال المرء وولده. حرمة الانشغال عما أوجب الله من ذكره وطاعته بأي شيء ولو كان مال المرء وولده. الخسارة الحقيقية أن يتشاغل الإنسان ويتلهى بالدنيا عما أوجبه الله عليه من طاعته وذكره. فعلا الخسارة الحقيقية أن يتشغل الإنسان ويتلهى بالدنيا عما أوجبه الله عليه من طاعته وذكره. إن دوام ذكر الله تعالى سبب لدوام محبته. فالذكر للقلب كالماء للزرع، بل كالماء للسمك، لا حياة له إلا به، وهو على خمسة أنواع كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. يبقى دوام ذكر الله تعالى سبب دوام المحبة، وهو للقلب كالماء للزرع أو كالماء للسمك، وهو على خمسة أنواع. الأول: ذكري بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها. أعتل يا سميع، يا بصير، يا عليم، يا حكيم، يا حكم، يا عدل. الثاني: تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وتمجيد. تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، يا عظيم، يا حي، يا قيوم. الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، يعني تسمع اللي لك عليه. الرابع: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه، تدعو الله بعد: اللهم وفقني، اللهم نجحني، اللهم اغفر لي، تتضرع إليه بما تحب. الخامس: ذكره بكلامه بتلاوة القرآن الكريم، وهو أفضلها، أفضل شيء قراءة القرآن الكريم، ولا يقل عن جزء في اليوم، حتى لا تكون من الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اكتب العلاقة بين آيات الدرس وقوله: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دونه بعرض الدنيا. هنا وفي الآيات العلاقة هي التحذير
من فتن الدنيا والحض على عمل الصالحات. بيحضنا ان احنا نعمل صالح ونبعد عن الله. هنا في الآيات ألالك التحذير من فتن الدنيا ولهو الحياة والحض على عمل الصالحات. بادروا بالأعمال، يعني الحق نفسك واحسن عملك. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله بعض ما أعطيناكم في طريق الخير، يعني انفق في سبيل الله في الخير، مبادرين بذلك من قبل أن يجي أحدكم الموت ويرى دلائله وعلاماته فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لا ما عادش هينفع بقى، فيقول نادما متحسرا رب هلا أمهلتني وأجلت موتي إلى وقت قصير فأتصدق من مالي وأكون من الصالحين والأتقياء. طيب الأيام كانت قدامك كتير. الآية الحس على المبادرة بالطاعات قبل الموت. المؤمنون ينفقون ابتغاء وجه الله والمنافقون يمسكون خوفا من الفقر وجهدا في الأجر. يعني المؤمن بينفق ما بيهموش لأنه عارف أن الله عز وجل سيعوضه. أما المنافق لأما تنخيف الفقر أو مش مؤمن بأن فيه أجر أصلا. لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقت موتها وانقضاء عمرها، وقت موتها وانقضاء عمرها، والله خبير بما تعملون، والله سبحانه خبير بالذي تعملونه من خير وشر وسيجازيكم على ذلك. الآية بتفيد كل نفس قد قدر أجلها في علم الله، فلن تتأخر عن أجلها بأي سبب، فليستعد المرء لأجله بالصالحات لئلا يندم على التفريط. أغتنم حياتي بالأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وذكر الله قبل أن يأتي الموت فأندم على تفريطي. هذه الآيات الأسئلة، أربع أسئلة موجودة جاهزة. من المراد بقوله تعالى فأولئك الخاسرون؟ من تشغله أمواله وأولاده عن ذكر الله وعبادته وطاعته فأولئك هم الخاسرون حظوظهم من كرامة الله ورحمته. استخرج فائدتين من قوله تعالى رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، هنا الحث على المبادرة بالطاعات قبل الموت. المؤمنون ينفقون ابتغاء وجه الله والمنافقون يمسكون خوفا من الفقر وزهدا في الأجر، والمنافق يتمنى بعد موته أن يعود ويكون مثل المؤمنين المنفقين ويكون صالحا. السؤال الثالث، استدل من الآيات على ما يأتي. حرمة الانشغال عما أوجب الله من ذكره وطاعته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
كل نفس قد قدر أجلها في علم الله فلن تتأخر عنه. قال الله تعالى: ولئن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الصدقة من أجل الطاعات، قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يتمنى المنافق أن يعود بعد موته ليتصدق، وهذا دليل على عظمتها. قارن بين المؤمن والمنافق من حيث المحبة لله ورسوله، الصدقة نصح الآخرين. الصفة: المؤمن المنافق. المحبة لله ورسوله: المؤمن يحب الله ورسوله، المنافق لا يحب الله ورسوله. الصدقة: يتصدق، المنافق لا يتصدق. النصح لله ورسوله: المؤمن ينصح، المنافق لا ينصح. الكذب: المؤمن صادق لا يكذب، والمنافق كاذب لا يصدق. هذا السؤال الأخير، لا تبخلوا علي باللايك والدعاء والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف الناس بتبخل تضع تحط لايك ليه.